السلام عليكم. في هذا الفيديو سوف نتعرف على حدث تاريخي بالفعل. لأول مرة في التاريخ يلتقط تلسكوب الفضاء اندماج مجرتين في الكون. إنه تلسكوب جيمس ويب التابع لوكالة ناسا الذي تمكن من التقاط لحظة اندماج مجرتين، وبالتالي تكون مجرة جديدة أطلق عليها اسم أرب 220. ويتوقع خبراء علم الفلك كذلك أن مجرة درب التبانة التي نعيش فيها ويوجد بها كوكبنا الأرض ستعرف نفس المصير، ولكن بعد مرور حوالي 5 مليارات من السنين. والشيء المؤكد بالفعل وهو أننا لن نستطيع مشاهدة اندماج مجرتنا، مجرة التبانة، وهي تندمج مع مجرة أندروميدا وهي أقرب المجرات إليها. وبالفعل سيكون ذلك حوالي 7 مليارات من السنين ابتداء من الآن. لكن بفضل تلسكوب جيمس ويب الفضاء القوي التابع لناسا حصلنا على مقعد في الصف الأمامي لمشاهدة عملية اندماج مجرية مذهلة.
أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من خلال هذا الفيديو. أنتظر دعمكم. شكرا على وفائكم، وإلى لقاء قريب.